السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد درس جديد. الدرس بتاعي اسمه انا النيل. الدرس بتاعي بيقول ايه؟ بيتكلم عن ان المفروض ان نهر النيل شبه نفسه ان هو انسان، وبيبدأ ان هو يكلمنا عن نفسه وايه، ويشرح لنا حاجات كتير عنه. فنبدأ الدرس مع بعضينا. انا النيل، انا النيل، انا اطول انهار العالم، وأمر ببلاد كثيرة في قارة إفريقيا، وأنتهي في مصر لأستقر بأرضها وأروي زرعها وشعبها. أمر بين مدن مصرية كثيرة، منها أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والقاهرة وطنطا، وفي النهاية أنقسم إلى فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، ثم أصب مياهي في البحر. طيب، يبقى احنا عرفنا من الدرس بتاعنا ايه. اول حاجة انا النيل، النيل بيتكلم كأنه انسان بيتكلم، بيعرفني عن نفسه، بيقول لي ان هو ايه، اطول انهار العالم. يبقى كده لما يجي لك سؤال ويقول لك ما اطول انهار العالم، هتقول له ايه؟ هتقول له نهر النيل. طيب بعد كده نهر النيل بيبتدي يقول لي هو بيمر ببلاد ايه؟ كثيرة. طيب البلاد الكثيرة دي موجودة فين؟ موجودة في قارة افريقيا. طيب وهنعرف يعني ايه قارة، وهنعرف كل حاجة دلوقتي. بعد كده بيقول لك نهر النيل ينتهي، ينتهي يعني خلاص هو بيخلص، بيخلص فين؟ بينتهي في مصر. ماشي، بينتهي فين؟ ينتهي نهر النيل في مصر. طيب علشان ايه؟ علشان يستقر، بيثبت بقى، بيثبت ويفضل موجود فين؟ في ارض مصر. علشان ايه؟ علشان يروي زرعها ويروي شعبها، زي ما احنا كنا واخدين قبل كده في النشيد بتاعي اللي هو نشيد نيل مصر، وزي ما كنا واخدين في القصة بتاعتي اللي هي قصة سر الحياة، ان نهر النيل هو ايه؟ هو اللي بيسقي الزرع بتاعنا، واحنا كمان ايه؟ كلنا بنشرب منه. طيب نهر النيل احنا عارفين ان هو بيمر في بلاد كتيرة أو في مدن كتيرة موجودة في مصر. هو قال لي إيه؟ قال لي منها كذا واحدة، زي محافظة إيه؟ محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والقاهرة وطنطا. طيب في الآخر خالص نهر النيل بإيه؟ ينقسم، ينقسم لفرعين، يعني بيطلع منه إيه؟ جزئين كده. جزء اللي هو أول واحد فرع دمياط، يعني جزء بيطلع نهر النيل في مدينة دمياط، والجزء الثاني بيكون في ايه؟ في رشيد. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ المية بتاعت نهر النيل دي بتروح فين؟ بيصب نهر النيل المية بتاعته دي فين؟ في البحر. البحر اللي هو فين؟ احنا عارفين ان نهر النيل بينتهي فين؟ ينتهي في شمال مصر. طيب شمال مصر بقى، في شمال مصر عندي البحر الايه؟ عندي البحر الابيض المتوسط. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الظواهر اللغوية اللي عندي. اول حاجة بيقول لك انا النيل، انا ده ايه؟ ها مين فاكر معايا؟ انا ده ضمير، ضمير ايه بقى؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ ضمير متكلم، برافو عليكم، ضمير متكلم. وقلنا ايه هي ضمائر المتكلم؟ ضمائر المتكلم انا ونحن، تمام، برافو عليكم. طيب بعد كده النيل، النيل اللام ما نطقتهاش، والنون عليها ايه؟ عليها شدة. يبقى النيل دي لام شمسية ولا قمرية؟ شمسية، برافو عليكم. ليه بقى؟ علشان انا ما طقتش اللام، وعلشان النون عليها شدة، وكمان النون من حروف اللام الشمسية. طيب بعد كده عندك كلمة ايه؟ انهار، انهار، انهار دي فيها مد بالايه؟ مد بالالف، برافو عليكم. والحرف الممدود حرف الهاء. بعد كده العالم، العالم اللام دي، ها مين شاطر يقول لي اللام دي شمسية ولا قمرية؟ تعالوا ننطقها كده، العالم، ال نطقت اللام واللام عليها سكون. طيب هو العين ده حرف من حروف اللام الشمسية ولا اللام القمرية؟ من حروف اللام القمرية. يبقى على طول العالم دي اللام اللي فيها شمسية ولا قمرية؟ قمرية، برافو عليكم. طيب بعد كده عندك أمر، أمر، حد عارف أمر ده اسم ولا فعل؟ ها مين شاطر يقول لي؟ أمر، حط لها كده ألف ولام، الأمر، في حاجة اسمها كده؟ ما نفعتش،
يبقى ايه؟ يبقى على طول ده فعل. طيب فعل ايه بقى؟ ها، ماضي ولا مضارع ولا امر؟ امر. ها، انا لسه بمر ولا خلاص خلصت؟ لا لسه دلوقتي. يبقى ده فعل ايه؟ فعل مضارع. برافو عليكم. طيب ببلاد، ببلاد الباء، الباء اللي في الاول دي حرف ايه؟ كلنا عارفينها، ده حرف ايه؟ حرف جر. برافو عليكم، حرف جر. وحرف الجر لما بيجي بيمسك في ايد مين؟ يمسك في ايد الفعل ولا في ايد الاسم؟ برافو عليك، ولازم يجي في ايد الاسم بس، ما ينفعش ابدا يمسك ايد الفعل. طيب بلاد، بلاد تنوين بالايه؟ ها، تنوين بالكسر. برافو عليكم. طيب لو عايزاها تبقى تنوين بالفتح هقول ايه؟ بلادن. طيب تنوين بالفتح هحط لها الف ولا مش هحط لها الف؟ تعالوا كده نشوف اخر حرف. اخر حرف عندي هو حرف ايه؟ حرف الدال. طيب حرف الدال بيبقى محتاج الف ولا هو قوي يقدر يشيل التنوين عادي؟ لا طبعا، حرف الدال حرف ضعيف ما بيقدرش يشيل التنوين بالفتح، علشان كده لازم يكون وراه الف علشان تمسك ايه؟ التنوين معاه. يبقى هقول بلادا واحط لها الف في الاخر. بعد كده كثيرة، كثيرة، كثيرة فيها مد بالايه؟ كثيرة فيها مد بالياء. شطار. والحرف الممدود حرف ايه؟ حرف الثاء. شطار. طيب كثيرة دي اخرها ايه؟ اخرها تاء مربوطة، وبرضو زي ما احنا عارفين اخرها تنوين بالكسر. طيب بعد كده عندي ايه؟ في، في ده حرف ايه؟ ها، شطار، حرف جر. برافو عليكم. فاكرين اغنية حروف الجر؟ تعالوا كده نقولها مع بعض. ها، حروف الجر تجر الاسم وتكسره، من وإلى، عن وعلى، في والباء والكاف واللام. واحنا عارفين ان ايه؟ الباء والكاف واللام ما بيردوش يجوا لوحدهم ابدا، زي ما احنا شفنا كده كلمة ايه؟ ببلاد، لازم يمسكوا في ايد كلمة. طب الكلمة دي نوعها ايه؟ لازم تكون اسم. حروف الجر مش بتمسك في ايه؟ في الفعل ابدا. بعد كده عندي كلمة قارة، قارة الراء، الراء عليها ايه؟ ها، نطقتها كم مرة؟ مين شاطر يقول لي؟ هقولها تاني، قارة، نطقت الراء مرتين. طالما نطقت الراء مرتين يبقى الراء عليها ايه؟ عليها شدة. برافو عليكم. طيب قارة، را، فتحت بقي يبقى الشدة عليها ايه؟ عليها فتحة. شطار. طيب بعد كده كلمة قارة فيها مد بالألف، والحرف الممدود حرف ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ ها، الحرف الممدود بيجي فين؟ بعد الالف ولا قبل الالف؟ تعالوا كده نفتكر الاغنيه مع بعض. اغنيه الحرف الممدود كانت بتقول ايه؟ يا ممدود، يا ممدود بيتك قبل المد. يبقى ها، فين بقى الحرف الممدود؟ ادي حرف الالف اهو، بيته فين؟ ادي حرف القاف، بيته قبل المد. يبقى حرف القاف هو عندي الحرف الممدود. برافو عليكم. بعد كده انتهي، انتهي، انتهي ده ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي؟ ده اسم ولا فعل؟ تعالي كده نحط لها الف ولام. الانتهي، في حاجه اسمها كده؟ لا مفيش. يبقى ده ايه، اسم ولا فعل؟ فعل. برافو عليكو. طيب فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فكر كده كويس، هو انتهى خلاص ولا لسه بيحصل دلوقتي ولا انا بأمر حد؟ لا ما بأمرش حد، ولا هو خلاص، هو لسه بيحصل دلوقتي. يبقى انتهي، انتهي ده فعل ايه؟ فعل مضارع. برافو عليكم. طيب في قلنا ان هي حرف جر. بعد كده عندك لأستقر، لأستقر، عايزين بقى نركز هنا في الكلمة دي كويس جدا. لأستقر، اللام، اللام اللي عندي دي، دي حرف جر ولا لام تانية؟ تعالى كده نشوف الكلمة عندي. أستقر، أستقر دي اسم ولا فعل؟ تعالى كده حط لها ألف ولام. الأستقر، إيه ده؟ في حاجة اسمها الأستقر؟ مش حاجة اسمها كده. يبقى ده على طول إيه؟ فعل. طيب طالما فعل يبقى اللام دي حرف جر؟ لا طبعا مش حرف جر. ليه؟ عشان احنا قلنا إن حرف الجر بيجي ماسك في مين؟ بيمسك في الاسم ولا في الفعل؟ لا بيمسك في ايه؟ في الاسم. يبقى على طول اللام دي مش لام حرف جر. طب امال اللام دي اسمها لام ايه؟ هنعرف بعد شويه، بعد شويه هنعرف اللام دي اسمها ايه. بعد كده عندي كلمه بارضها، بارضها، الباء، الباء دي ايه؟
حرف جر، برافو عليك. بأرضها. طب الهاء، أرضها، أنا بتكلم على أرض مين؟ تعالى كده نشوف. وأنتهي في مصر لأستقر بأرضها، يبقى بتكلم على أرض مين؟ قصدي على أرض مصر. طيب الهاء اللي في الآخر دي بقول عليها هاء إيه؟ هاء ضمير، برافو عليك وشطار. بعد كده وأروي زرعها وشعبها، أروي أروي، ها ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها مين شاطر يقول لي؟ حط لها ألف ولام. الأروي في حاجة اسمها كده؟ لا طبعا، يبقى ده على طول فعل. طيب بيحصل دلوقتي ولا خلاص خلص؟ لا بيحصل دلوقتي، أروي يبقى ده فعل إيه؟ فعل مضارع، برافو عليكم. زرعها، الهاء اللي في الآخر هاء ضمير، زرعها بتكلم على مين؟ بتكلم على مصر، زرع مصر. وشعبها، شعبها برضو الهاء اللي في الآخر هاء ضمير وبتكلم على شعب مصر. بعد كده أمر بين، أمر أمر ده إيه بقى؟ احنا خدناها فوق أهي في السطر اللي فوق، وقلنا أمر ده فعل إيه؟ فعل مضارع. مدن، مدن، مدن دي اخرها تنوين بالايه؟ مدن، يبقى تنوين بالكسر، برافو عليكم. مصريه، برضو مصريه اخرها تنوين بالكسر. طيب اسال سؤال، مصريه هي الياء دي حرف مد ولا ايه بقى؟ ها مين شاطر يقول لي؟ هي الياء عليها ايه من فوق؟ عليها شده. طيب واحنا قلنا حرف المد بيتشكل؟ لا طبعا، مش احنا عارفين ان حرف المد ما بيتشكلش، يبقى الياء هنا ايه؟ مش حرف مد. بعد كده كثيرة، كثيرة تنوين بالايه؟ تنوين بالكسر، شطور. منها طبعا الهاء هاء ايه؟ ضمير. بعد كده في النهاية، في احنا طبعا عرفنا ان في ده ايه؟ حرف جر. النهاية، النهاية، ها اللام، اللام دي شمسية ولا قمرية؟ تعال نشوف كده، أنا بقول إيه؟ النهاية، نطقت اللام؟ لا ما نطقتهاش. طيب النون عليها إيه؟ النون عليها من فوق شدة. والنون دي من حروف أنهي لام، الشمسية ولا قمرية؟ الشمسية، يبقى على طول اللام اللي عندي دي لام شمسية ولا قمرية؟ لام شمسية، برافو عليكم. طيب النهاية، ها فيها مد بالإيه؟ بقى فيها مد بالألف ولا فيها مد بالياء؟ مين اللي شاطر يعرف؟ تعال كده نقولها تاني، النهاية فيها مد بالإيه؟ بالألف، برافو عليك. والحرف الممدود حرف الهاء. طيب هو أنا مش ينفع أقول إن الياء دي يعني برضو هي كمان مد؟ لا طبعا ما ينفعش، مش احنا عارفين إن ما ينفعش مدين يجوا ورا بعض أبدا؟ برضو هنا نفس الكلام، طالما الألف دي مد يبقى الياء دي ما تنفعش مد. طيب انا عارفه ان في اكيد حد هيقول لي دلوقتي هو اصلا انا مش محتاجه اقول كده، ما الياء عليها من فوق فتحه، واحنا عارفين ان ايه المد مش بيتشكل، يبقى اكيد دي مش هتبقى مد. هقول له برافو عليك. بعد كده عندي انقسم، انقسم ده ايه؟ ها حط لها الف ولام كده ونعرف هي اسم ولا فعل. الانقسم، في حاجه اسمها كده؟ ايه الانقسم ده؟ مفيش حاجه اسمها كده، يبقى على طول ده ايه؟ فعل. فعل ايه بقى؟ بيحصل دلوقتي ولا خلاص خلص؟ لا بيحصل دلوقتي، يبقى انقسم، انقسم ده ايه؟ فعل مضارع. طيب الى، الى ده حرف جر، برافو عليكم. طيب الى اللي في الاخر دي بقول عليها ايه؟ انا هسهلها لكم، انا تنطق ايه بقى؟ تنطق الف وتكتب ياء. ايه بقى اللي بتيجي في اخر الكلمه وبنطقها الف وبكتبها ياء؟ ها بقول عليها اسمها ايه؟ برافو عليك، واسمها ألف لينة، شطار. عشان كده ما بتلاقينيش حاطة تحتيها إيه؟ نقطتين، علشان بتتنطق ألف. بعد كده فرعين، فرعين، ها مين فاكر بقى الكلمة دي إيه؟ هي الكلمة دي مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ طبعا احنا فاكرين المثنى، وقلنا ان المثنى ده ان انا بتكلم ايه؟ على حاجتين، كاني بقول حاجتين. طيب يبقى فرعين، ها اخرها ياء ونون، يبقى ده ايه؟ مثنى، برافو عليكم. طيب الياء دي، ها الياء دي ايه بقى؟ هتبقى مد ولا مش مد؟ تعالوا نبص كده، فوق عليها ايه؟ عليها سكون، يبقى ايه؟ يبقى مش مد طبعا. بعد كده عندي كلمة دمياط، دمياط فيها مد بالإيه؟ فيها مد بالألف، والحرف الممدود حرف الإيه؟ حرف الياء، محدش يتلخبط. بعد كده عندي كلمة رشيد،
رشيد، فيها مد بال ياء والحرف الممدود حرف الشين. ثم، مين بقى شاطر يقول لي ثم ده حرف ايه؟ برافو عليك، وحرف عطف، وكنا واخدين حروف العطف اللي هي ايه، الواو والفاء وثم، شطار. وطبعا ثم الاخر الميم عليها ايه، عليها شدة. اصبو اصبو، ها ده ايه بقى، ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ تعالى كده نشوف مع بعض، حط لا الف ولام. الاصب في حاجة اسمها كده؟ لا طبعا، يبقى على طول ده ايه، ده فعل. طيب فعل نوعه ايه بقى، ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فكر كده كويس، هو ده بيحصل دلوقتي ولا خلص ولا انا بأمر حد؟ لا ده بيحصل دلوقتي، يبقى اصب ده فعل ايه، فعل مضارع. شطار، برافو عليكم. بعد كده عندي كلمة البحر. البحر، ها اللام دي شمسية ولا قمرية؟ تعالى نقراها تاني، البحر، نطقت اللام صح؟ طيب واللام عليها سكون. بعد كده البحر، الباء، الباء دي ايه، من حروف اللام الشمسية ولا القمرية؟ القمرية، يبقى على طول اللام دي شمسية ولا قمرية؟ هتبقى لام قمرية. تعالى نشوف مع بعض اللغويات. عندي أول كلمة، كلمة بلاد. يعني ايه كلمة بلاد؟ كلمة بلاد معناها دول، يبقى معنى بلاد دول. تاني معايا، معنى بلاد دول. طيب كلمة قارة، يعني ايه كلمة قارة؟ تعالى كده نشوف مع بعض، قارة يعني أرض كبيرة تضم مجموعة من الدول، يبقى معنى قارة أرض كبيرة تضم مجموعة من الدول. بعد كده أستقر، معنى أستقر أثبت وأسكن، يعني إيه؟ يعني بفضل ساكت ساكت مكاني كده، وإيه؟ قاعد في المكان اللي أنا موجود فيه، زي ما قلنا إن نهر النيل بيستقر يعني بيثبت ويسكن في إيه؟ في أرض مصر، يبقى معنى أستقر أثبت وأسكن. بعد كده عندي كلمة شعب. معنى شعب مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد، يبقى معنى شعب ايه؟ مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد. طيب أصب، معنى أصب ايه؟ معنى أصب أسكب وأنزل. تاني، معنى أصب أسكب وإيه؟ وأنزل. برافو عليكم. شوف بعد كده معايا، بعد كده عندي الكلمة وجمعها. عندي الجمع، مين شاطر يقول لي كده، هيفكر معايا، ممكن كلمة العالم يبقى جمعها ايه؟ تعالى نشوف كده مع بعض، جمع العالم العوالم او العالمون. تاني، يبقى جمع العالم العوالم والعالمون. طيب جمع شعب، دي بقى سهلة جدا، اكيد كلكم عارفينها، جمع شعب شعوب. برافو عليك، وجمع شعب شعوب. طيب بعد كده جمع قارة، ها مين شاطر، دي برضو سهلة، جمع قارة قارات. برافو عليك، ويبقى جمع قارة قارات. بعد كده دي بقى سهلة جدا، بلاد احنا خدناها قبل كده، مفرد بلاد ها بلد. برافو عليك وشطار. طيب مفرد مفرد مدن، ها مين شاطر يقول لي، مدينة. برافو عليك، يبقى تاني مفرد بلاد بلد، ومفرد مدن مدينة. بعد كده نشوف مع بعض المضاد. مضاد أطول أقصر، مضاد أطول أقصر. طيب مضاد أنتهي أبدأ، مضاد أنتهي أبدأ. شطار. طيب مضاد أستقر أنتقل، مضاد أستقر أنتقل. يعني إيه؟ يعني واحد قاعد في مكانه مستقر كده ثابت مكانه، لأ التاني بقى مضاده إيه؟ أنتقل، يعني بيتنقل من مكان لمكان، مش قاعد في مكان واحد. طيب نشوف بعد كده معايا، عندي بعد كده الأسئلة بتاعتي. طبعا إحنا عارفين الأسئلة بتاعتي، علشان أجيب الإجابة بتاعتها بجيبها من فين؟ بجيبها من الفقرة بتاعتي. طيب نشوف مع بعض كده الفقرة، ونقرأ السؤال ونحاول نطلع الإجابة من الفقرة بتاعتي. أول سؤال بيقول لي، ما أطول أنهار العالم؟ تاني، ما أطول أنهار العالم؟ تعالى كده نشوف مع بعض في الفقرة، أنا النيل، أنا أطول أنهار العالم. ها يبقى مين بقى، مين أطول أنهار العالم؟ ها مين شاطر يقول لي، نهر النيل. برافو عليكم، نهر النيل، يبقى ما أطول أنهار العالم نهر النيل. طيب نشوف بعد كده السؤال، ما القارة التي يمر بها نهر النيل؟
ما القارة التي يمر بها نهر النيل؟ تعال نبص كده. وأمر ببلاد كثيرة في قارة إيه؟ إفريقيا. برافو عليك. ويبقى إيه هي بقى القارة اللي يمر بها نهر النيل؟ قارة إفريقيا. يبقى ما القارة التي يمر بها نهر النيل؟ قارة إفريقيا. آخر سؤال معايا بيقولك أين ينتهي نهر النيل؟ أين ينتهي نهر النيل؟ تعال نبص كده مع بعض. وأنتهي في مصر لأستقر بأرضها وأروي زرعها وشعبها. ها يبقى ينتهي فين؟ ينتهي في مصر. تاني، يبقى أين ينتهي نهر النيل؟ هتقولي إيه؟ في مصر. تعالى كده نراجع الأسئلة تاني مع بعض. أول سؤال بيقولي ما أطول أنهار العالم؟ هتقول إيه؟ نهر النيل. ما القارة التي يمر بها نهر النيل؟ قارة إفريقيا. أين ينتهي نهر النيل؟ في مصر. بص معايا، النهاردة هناخد حاجة جديدة في الظواهر اللغوية اسمها ظرف المكان. اسمها ايه؟ اسمها ظرف المكان. يعني ايه ظرف المكان؟ ظرف المكان ده هو اسم يدل على مكان حدوث الفعل. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. بس تاني كده معايا، يعني ايه ظرف المكان؟ ظرف المكان هو اسم يدل على مكان حدوث الفعل. يعني ايه؟ يعني بيعرفني الفعل ده حصل فين، ايه المكان اللي حصل فيه الفعل ده. هو الفعل احنا لما بنيجي نعمل فعل بنعمله في اي مكان كده وخلاص، ولا بنعمله فين؟ لازم طبعا بنعمله في مكان. طيب هو بقى ظرف المكان ده بيعرفني المكان اللي حصل فيه الفعل. طيب ظرف المكان ده هناخد منه ايه؟ ستة. الستة دول اللي هم ايه؟ اول حاجة عندي خلف، امام، بين، جانب، فوق، داخل. هم سهلين جدا. خلف احنا عارفين، خلف يعني ايه؟ وراء. يعني ايه؟ ورايا، حاجة ورايا. طيب امام، امام يعني حاجة قدامي. طيب بين يعني ايه؟ حاجة موجودة ما بين حاجتين. جانب يعني حاجة موجودة على جانب ايه؟ على جانب حاجة تانية. فوق، فوق معروفة سهلة جدا، يعني الحاجة دي هتكون ايه؟ فوق حاجة، يعني مثلا فوق المنضدة او فوق الكرسي. بعد كده داخل، داخل يعني حاجة ايه؟ جوه حاجة، زي مثلا اقول داخل الحقيبة. طيب تعال نشوف مع بعض كده الامثلة بتاعتي علشان نفهم الكلام ده. اول حاجة عندي القطة خلف الكرسي. القطة خلف الكرسي يعني ايه؟ بص كده، تعالى كده نشوف، نفكر مع بعض. لو احنا شلنا ظرف المكان، لو شلنا كلمة خلف كده ما بقتش مكتوبة، هيبقى القطة الكرسي. هو انت كده فهمت هي القطة فين؟ ما فهمناش. ايه بقى اللي خلاني افهم مكان الفعل ده فين؟ يعني القطة دي موجودة فين؟ هو ظرف المكان. تمام، هو ظرف ايه؟ المكان. هو ده اللي عرفني القطة دي موجودة فين. يبقى لما اقول لك القطة خلف الكرسي، خلف دي هي ظرف مكان علشان عرفتني مكان القطة موجودة فين من عند الكرسي، يعني فوق الكرسي ولا امامه ولا خلفه ولا فين بالظبط. تمام، يبقى خلف ده اسمه ايه؟ ظرف مكان. طيب شوف المثال الثاني، القطة أمام الكرسي. القطة أمام الكرسي. أمام مش أمام، ده هو ده اللي فهمني يعني إيه القطة موجودة فين. صح، أنا كنت هعرف من غير كلمة أمام هو فين القطة؟ لا طبعا ما كنتش هعرف مكانها فين. علشان كده بقول إن ده اسمه ظرف مكان، عرفني مكان إيه؟ مكان القطة موجودة فين، عرفني مكان الحاجة دي موجودة فين. بعد كده القطة بين الصندوق والكرسي. في عندي صندوق وعندي الكرسي، القطة واقفة فين بقى من عندهم؟ واقفة ايه فين؟ بينهم. يبقى ايه؟ عشان كده بين ده اسمه ظرف مكان. القطة بين الصندوق والكرسي. من بين، كلمة بين دي هي اللي عرفتني القطة موجودة ايه فين بالظبط. بعد كده القطة بجانب الصندوق. يعني القطة موجودة فين؟ جانب الصندوق. يبقى جانب ده برضو ايه؟ ظرف مكان. القطة فوق الصندوق. فوق ده برضو عرفني ظرف المكان ده، عرفني موجودة القطة فين. القطة موجودة فين من عند الصندوق؟ موجودة فوق الصندوق. يبقى فوق ده ايه؟ ظرف مكان. بعد كده القطة داخل الصندوق. داخل برضو، برافو عليك، وبرضو ظرف مكان. علشان ايه؟ علشان عرفني القطة موجودة فين عند الصندوق، هي فوقه ولا بجانب ولا داخل.
فداخل دي اللي عرفتني موجود فين بالظبط. يبقى ظرف المكان سهل جدا ما فيهوش اي مشكله، زي ما قلنا ظرف المكان ده اسم بيدل على مكان حدوث الفعل، يعني الحاجه دي بتحصل فين بالظبط. وعندي 6 هم اللي هناخدهم: خلف، امام، بين، جانب، فوق، داخل. طيب تعالى نشوف كده مع بعض اسئله. بيقول لك تخير مما بين القوسين: فوق، امام، بين، تحت. تعالى كده نقرأ ونشوف الإجابة الصحيحة اللي هتكون عندي إيه. تطير الطائرة نقط السماء والأرض. تعالى كده نجرب. تطير الطائرة فوق السماء والأرض؟ لا مش هتنفع. طيب تطير الطائرة أمام السماء والأرض؟ برضو مش نافع. طيب تطير الطائرة بين السماء والأرض؟ ها هتبقى إيه؟ مين شاطر بقى يقول لي؟ ها تطير الطائرة بين السماء والأرض. برافو عليكم. وبين ده اسمه ايه؟ اسمه ها مين يقول لي؟ لسه قايلينه دلوقتي. اسمه ايه؟ ظرف مكان. شطار، برافو عليكم. من غير بين كنت هعرف الطائرة فين؟ ما كنتش هعرف اي حاجة، الجملة مش كاملة. من غير ظرف المكان انا ما كنتش هعرف ايه الطائرة موجودة فين بالظبط. طيب تعالى كده نشوف. يقف العصفور نقط الشجرة. ها يقف العصفور هتبقى ايه؟ امام الشجرة؟ لا ما هو العصفور اكيد مش هيقف امام الشجره. طيب يقف العصفور تحت الشجره؟ لا برضو. تعالى كده نشوف. يقف العصفور فوق الشجره. برافو عليكم. يبقى العصفور هيقف فين؟ فوق الشجره. طيب انا كده عرفت العصفور فين. ايه اللي خلاني عرفت مكان العصفور؟ ظرف المكان اللي هو ايه؟ اللي هو فوق. بعد كده تقف السياره نقط المنزل. ها فين بقى؟ هيا نختار ايه؟ خلي بالك احنا اخترنا فوق واخترنا بين، يبقى ايه؟ تعالى كده نشوف. تقف السيارة امام المنزل. برافو عليكم. هل انا من غير امام، من غير ظرف المكان ده، كنت هعرف السيارة موجودة فين؟ لا طبعا ما كنتش هعرف، علشان كده ظرف المكان هو اللي بيعرفني ايه؟ المكان اللي بيحصل فيه الفعل. بعد كده الكتاب، الكتاب تحت المنضدة. برافو عليكم. ليه بقى اخترنا تحت؟ علشان اولا اخترناهم كلهم فهي الوحيدة اللي اتبقت عندي. طيب واحد هيقول لي طب ما انا ممكن على فكرة عادي اقول ان الكتاب فوق المنضدة، عادي هتنفع. هقول له صح برضو، فوق المنضدة تنفع. برافو عليكم. يبقى تاني احنا قلنا ان ظرف المكان ده حاجة بتخليني اعرف، هي كلمة بتخليني اعرف مكان حدوث الفعل، يعني الفعل حصل فين بالظبط. من غيره انا مش هعرف المكان اللي حصل فيه الفعل، زي ما شفنا هنا تقف السيارة امام المنزل. من غير امام اللي هو ظرف المكان انا ما كنتش هعرف السيارة موجودة فين بالظبط. طيب نشوف بعد كده. عندي حاجة جديدة، عندي حاجة جديدة اسمها لام التعليل. اسمها لام ايه؟ لام التعليل. لام التعليل دي يعني ايه لام التعليل؟ لام التعليل دي انا بستخدمها علشان تعرفني السبب، علشان اعرف سبب ايه حدوث الفعل اللي انا عملته ده. انا ليه عملت الفعل ده؟ علشان ايه؟ انا ليه بعمل الحاجة دي؟ علشان سبب اكيد. طيب لام التعليل هي اللي بتعرفني السبب بتاع الحاجة دي. طيب لام التعليل دي بتيجي مع اي كلمة كده عادي؟ لا طبعا، بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الفعل بس، ما ينفعش تيجي مع الاسم ابدا، لازم تيجي مع ايه؟ مع الفعل. تعالي كده نشوف الامثلة بتاعتنا. اول حاجة اذهب الى المكتبة. اذهب الى المكتبة. طيب ليه اذهب الى المكتبة؟ ليه؟ علشان ايه؟ لأقرأ الكتب. يبقى ايه اللي خلاني عرفت السبب؟ لام التعليل. لام التعليل هي اللي عرفتني السبب. انا ليه بروح المكتبة؟ علشان ايه؟ علشان اقرأ الكتب. يبقى اذهب الى المكتبة لأقرأ الكتب. يبقى اللام دي اسمها لام ايه؟ اسمها لام تعليل. اللام دي اسمها لام ايه؟ لام تعليل. وتعليل يعني سبب، يعني اللام دي هي اللي بتعرفني السبب. انا من غير اللام دي كنت هفهم؟ يعني بيقولك ايه؟ اذهب الى المكتبة اقرأ الكتب، برضو ما فهمتش. دي كأن دي جملة وجملة تانية خالص، الاتنين ما لهمش علاقة ببعض. اللي خلاهم يبقى هما الاتنين ليهم علاقة ببعض وليهم معنى هو ايه؟ اللام، اللي هي لام التعليل. طيب بعد كده المثال، يذهب الفلاح الى الحقل. ها ليه يذهب الفلاح الى الحقل؟ ليه؟ ليزرع الارض.
يبقى اللام دي لام ايه؟ لام تعليل. برافو عليكم. تاني، يذهب الفلاح إلى الحقل. ليه يذهب الفلاح إلى الحقل؟ ليزرع الأرض. اللام دي لام تعليل، علشان إيه؟ علشان عرفتني السبب. طيب، أشرب الحليب لأكون بصحة جيدة. أشرب الحليب ليه؟ أنا بشرب الحليب ليه؟ علشان أكون بصحة جيدة، علشان دي اللي هي إيه؟ لام، اللي هي لام التعليل. يبقى تاني، أشرب الحليب لأكون بصحة جيدة. تعالى كده نفرق ما بين حاجة. بص معايا هنا، طبعا احنا عارفين ان احنا واخدين لام اللي هي لام ايه؟ لام حرف الجر، صح؟ احنا عايزين بقى نفرق ما بين لام حرف الجر وما بين لام التعليل. احنا عارفين ان لام حرف الجر بتيجي ماسكة في ايه؟ بتيجي طبعا ماسكة في الاسم، ما ينفعش تمسك في ايد حد تاني ابدا، لازم تمسك في ايد الاسم ايه بس. طيب، واحنا دلوقتي لسه واخدين ان لام التعليل لازم تيجي ماسكة في ايد مين؟ ها، مين شاطر يقول لي؟ في ايد الفاعل. برافو عليكم، ما ينفعش تمسك في ايد الاسم ابدا. طيب تعالى كده نشوف الكلمات اللي معايا دي ونشوف هل اللام دي لام تعليل ولا لام حرف جر. تعالى نقرا اول كلمه. اول كلمه عندي هي ايه؟ للكره. للكرة. كلمة الكرة هي كرة دي اسم ولا فاعل؟ تعالى كده نبص مع بعض. كرة آخرها إيه؟ آخرها تاء مربوطة، يبقى ده اسم ولا فاعل؟ على طول من غير ما تفكر اسم. ليه؟ لأن احنا عارفين إن الاسم لازم يا إما يكون منتهي بتاء مربوطة أو يكون منتهي بتنوين أو يكون أوله إيه؟ ألف ولام. طيب، طب لو الاسم جه لوحده كده ما فيهوش اي حاجه، اعرف من فين هو اسم ولا فعل؟ زي مثلا كلمه بيت، اعرف من فين دي اسم ولا فعل؟ ما فيهاش ولا تنوين ولا فيها تاء مربوطه ولا اولها الف ولام. بعمل ايه؟ بحط لها الف ولام في الاول. تعالى كده نحط الف ولام، هتبقى البيت. يبقى على طول ايه؟ طالما نفعت يبقى على طول دي ايه؟ دي اسم. طيب، زي ما قلنا للكره، كرة دي ايه؟ اسم. طيب طالما اسم يبقى اللام دي هتبقى لام ايه؟ خلي بالك احنا قلنا ان دي اسم، اللام اللي هتشبك فيها هتبقى لام تعليل ولا لام حرف جر؟ تعالى كده نفتكر تاني، لام حرف الجر بتشبك في مين؟ في الاسم. طب لام التعليل في الفعل، يبقى ده ايه؟ ده اسم. يبقى اللام دي على طول هتبقى لام ايه؟ هتبقى ها، مين شاطر يقول لي؟ برافو عليكم، هتبقى لام حرف جر. برافو عليكم. طيب تعالى نشوف كده الكلمة اللي قدامها هنا. لألعب. لألعب. ألعب. ألعب ده اسم ولا فعل؟ تعالى كده احط لها الف ولام. ألعب تنفع؟ لا ما نفعتش، يبقى على طول ده فعل. طيب طالما فعل يبقى اللام دي هتبقى لام ايه؟ ها، مين شاطر يقول لي بقى؟ احنا قلنا ان هي فعل، طالما فعل يبقى مين اللي هيمسك فيها؟ اللام هتبقى لام ايه؟ لام تعليل. برافو عليكم، هتبقى لام ايه؟ لام تعليل. طيب نشوف الكلمة اللي بعد كده. لبيتي. بيتي. بيتي دي اخرها ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ بيتي. بيتي انا، يبقى الياء اللي في الاخر دي ايه؟ ها، ياء ملكيه. برافو عليكم، ياء ملكيه. قلنا ان ياء الملكيه بتعمل ايه؟ ياء الملكيه بتخلي الحاجه ايه؟ ليا. برافو عليكم، يبقى بيتي طالما ياء ملكيه، ياء الملكيه بتيجي في مين بقى؟ بتمسك في مين؟ بتيجي في اخر الاسم ولا الفعل؟ تيجي في اخر الاسم. برافو عليكم، يبقى على طول بيتي دي هتبقى اسم ولا فعل؟ اسم. وطالما اسم يبقى اللام اللي هتشبك فيها في الاول دي هتبقى ايه؟ حرف جر ولا لام تعليل؟ برافو عليكم، هتبقى حرف جر. الكلمه اللي قدامها لينام. عندي كلمه ايه؟ لينام. ينام. ينام ده ايه؟ اسم ولا فعل؟ ينام، حط لها كده الف ولام. الينام، في حاجه اسمها الينام؟ لا طبعا، يبقى فعل. طالما فعل يبقى اللام دي ايه؟ ها، على طول مين اللي بتمسك بقى؟ انهي لام اللي بتمسك في الفعل؟ لام التعليل. برافو عليكم. بعد كده لحديقه. لحديقه، في اخر كلمه حديقه في عندي ايه؟ عندي تاء مربوطه، وطالما تاء مربوطه يبقى على طول الكلمه دي اسم ولا فعل؟ على طول دي اسم. طيب طالما اسم يبقى اللام اللي هتبقى في الاول دي لام ايه؟ حرف جر ولا لام تعليل؟ ها، مين اللي بيمسك في الاسم؟ برافو عليك، حرف جر. لنرسم. لنرسم. نرسم. نرسم ده فعل ولا اسم؟ تعالى كده احط لها الف ولام. النرسم، في حاجه اسمها النرسم؟ لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها النرسم. يبقى على طول ده اسم ولا فعل؟ فعل. وطالما فعل يبقى اللام اللي هتيجي ماسكه في ايه هي؟ لام تعليل ولا لام حرف جر؟ ده فعل، يبقى على طول لام ايه؟ لام تعليل. برافو عليكم. عندي لنهر. لنهر. نهر ده اسم ولا فعل؟ حط لها الف ولام.
النهر نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت طبعا. طيب طالما نفعت يبقى على طول دي اسم، وطالما دي اسم يبقى اللام اللي هتشبك فيها لام ايه؟ لام حرف جر. برافو عليكم. اخر كلمة معايا هي لتأكل. تأكل، تأكل اسم ولا فعل؟ خلاص بقى احنا عرفنا، نحط لها الف ولام. التأكل، في حاجة اسمها التأكل؟ لا طبعا، يبقى على طول ده ايه؟ فعل. طيب طالما فعل يبقى اللام اللي هتيجي فيه هي لام ايه؟ لام تعليل. برافو عليكم. طبعا انتوا شطار وخلاص عرفنا الدرس بتاعنا وهنذاكر الدرس بتاعنا، ولو في حاجة واقفة معاكم في اي حاجة طبعا تقدروا تعيدوا الفيديو تاني وتشوفوه وتذاكروه تاني، ومفيش حاجة. طبعا احنا الدرس بتاعنا سهل جدا واللغويات بتاعته سهلة جدا وما خدناش حاجة صعبة النهاردة، ويا رب تكونوا كويسين، وان شاء الله بكرة هيكون معانا درس جديد.